تعد رواية كن خائنا تكن أجمل من أمتع الروايات، ولعل سبب ذلك حقيقتها من جهة وواقعيتها من جهة ثانية، إلا أنها تزيد من شبهات وشكوك الشباب خصوصا في زمننا هذا، مما يؤدي إلى إنهاء زواجهم وعلاقتهم. عنوان غريب لرواية رومانسية أبطالها عبد الله وروان. رواية كن خائنا تكن أجمل هي رواية من أرض الواقع مقتبسة عن قصة حقيقية. هذه الرواية فيها رومانسية وفراق وإصرار على الفوز بالحبيب، فيها وفاء وخيانه، فيها حسنة تقابل بالسيئة، فيها ظلم وانتقام شديد جدا. إن القارئ أول ما يصادفه على ظهر الرواية نصيحة أو تحذير كتبه الروائي قصد نصح المقبلين على الزواج بأن لا يقرأوا الرواية، وقال إنه كتب ذلك ليبرئ ذمته أمام الله. الرواية صغيرة جدا، تقع في 160 صفحة، لكنها تحتوي على الحب والخيانة والظلم والخداع والإصرار على الفوز بالمحبوب. قصة حب جارف مشتعل من أول لقاء وليس من أول نظرة بين الأستاذ عبد الله الذي توظف أستاذا في مدرسة النشمية وروان، وقد استطاع عبد الله في خلال أسبوعين فقط نيل حب الطلاب واحترام المدرسين، وكان يلقي التحية على الكل إلا روان التي لقيها مرة بالصدفة، فتبادل الحديث واستطاعا بخطة محكمة أن يقنعا أهل عبد الله بحضور حفل زفاف توفيق الأخ الأكبر لروان. وقد أعجبت روان كافة أفراد أسرة عبد الله إلا والده الذي كما يقال وضع العصا بالعجلات. فلماذا لم يوافق الوالد على الزواج؟ لفهم هذا القرار الغريب والرفض العجيب علينا فهم شخصية والد عبد الله. إنه رجل متعلم ومثقف يحمل دكتوراه في الهندسة. كان سبب رفضه زواج عبد الله من روان ذلك الفارق الطبقي بين الأسرتين، فوالد روان يعمل نجارا، وهل العمل عيب؟ وأين النجار من المهندس؟ هكذا أخبر والد عبد الله ابنه على الهاتف، وقال له اترك هذه الفتاة ولا تفتح هذه السيرة مجددا. يحاول عبد الله مع والده دون جدوى، ثم يقرر الزواج بروان دون موافقة والده، ثم ينجب خالد وراشد وولدا ثالثا وينتقل للعمل في السعودية. أهم تحول في الرواية هو حوار يدور بين عبد الله وروان عن صديقة لها قام زوجها بضربها لأنه اكتشف أنها غير عذراء في ليلة الدخلة. السؤال، هل كانت القصة التي ذكرتها روان عن صديقتها حقيقية أم أنها تقصد شيئا آخر؟ وكان ذلك الحوار قبل أن يتزوجا. الغيرة والشك أكلا قلب عبد الله بعد أن أوصى زوجته روان بأخذ حبوب منع الحمل، لكنها حملت من جديد. إذن لماذا تخالف روان أوامره؟ ومن هو الشخص الذي يتحكم بها ويوجهها؟ قال عبد الله لنفسه، لعلها أختها أقنعتها بالإكثار من إنجاب الأطفال كي تربطني بها. الفاجعة التي اكتشفها عبد الله كانت أكبر من أختها، بل علاقة بين روان والمحامي الذي عملت عنده قبل 12 سنة وكان يحبها كثيرا كما ذكرت. وبعد البحث يجد الرسائل في هاتفها ويقرر تطليقها لأنها خانته لمدة 5 سنوات وخانت أهلها 7 سنوات، لكن حبه الشديد لها وورعه يمنعه أن يفضحها للمرة الثانية بعد ليلة الدخلة. يترك عبد الله زوجه روان ويسرح في أحزانه حتى يموت بمرض قلبي، وتحترق هي الأخرى في منزلها بعد أن أصبحت مشلولة. عبد الله أخطأ حين عرف من البداية بخيانتها ولم يواجهها بذلك. كانت نظرة والد عبد الله الطبقية لروان مرضا عنصريا نعاني منه في مجتمعاتنا العربية، فهي وإن كانت لاجئة أو نازحة فهذا ليس خيارها، لكن خيارها هو تصرفاتها وأخلاقها. رواية كن خائنا تكن أجمل تتناول عدة جوانب، أول البطل وثانيها أحداث الرواية، وثالثها التشويش الذي أحدثته الرواية حول مفهوم الخيانة، ورابعها مبدأ القصاص الإلهي من الظالم. أما حديثه عن الخيانة فهو حديث يتلذذ به، إنها تجري من الخائن مجرى الدم من العروق، فهي لن تفارقه وهو لن يتوب عنها مهما حاول. إنه يعيش سعيداً لأنه متلذذ بخيانته ومستمتع بإخفائها خلف طهر كاذب ومتقلب في رخاء الأمن الأسري والاجتماعي. ثم في حبكة درامية فصامية حاول الكاتب الهروب من ترويجه لهذه الفكرة من خلال توكيده على أن صديق بطل الرواية لم يكن سعيداً وهو يخون، فخيانة صديق البطل ليست من نوع خيانة البطلة، فالبطلة خائنة مع سبق الإصرار والترصد، وخائنة مع العزيمة على الإنكار والتكرار والتستر، بينما صديق البطل فقد كانت خياناته مجرد فعل ارتدادي متناسب مع هول ما طلع عليه من سر صديقه الضحية
الذي رحل وحيداً بسبب إصراره على التحلي بالشهامة. في نهاية الرواية يقع صاحب عبد الله في نفس الخطأ الذي وقعت فيه روان، لأنه أراد الانتقام لعبد الله من جميع النساء، وهذا لا يجوز، لأن التعميم خطأ وظلم. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد استوفينا الحديث حول هذه الرواية الممتعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.